بعد ما نجح الشاي وجربنا الشاي قلت اليوم خلوني اجرب اول مره بحياتي عمل الجيمات. ما شاء الله بعض المتابعين ترشوا لي طريقه كيف عمل الجيمات وهاي، قلت يلا تجربه حلوه بما اني انا ملتزم في البيت، قلت خلني اتعلم طريقه عمل الجيمات. يعني سبحان الله اروح تخييم اروح مكان يعني يكون الفيديو هذا مرجع لي اني اتعلم حتى لو كانت يعني اول تجربه ما نجحت. المهم خلونا نتعرف على المكونات بالبدايه. بالبداية اخواني خلينا نعرفكم بالمكونات اللي بستخدمها. عندنا طحين رقم 2 هو طحين الاسمر، بنحط كوب واحد فقط من هالطحين. عندنا طحين رقم 1 بنحط كوب واحد من الطحين رقم 1، وعندنا ايضا النيدو نحط نيدو خاشوقتين، هذه هي الخاشوقة مقياس الخاشوقة. عندنا هني خمير بنحط خاشوقتين من هاي الخاشوقة الصغيرة، خمير خاشوقة خاشوقتين. السكر بنحط خاشوقتين ايضا، هذا السكر من هاي الخاشوقة مو صغيرة هذه وين. المهم وهذه كبن باودر بنحط خاشوقة واحدة يضحكون لاني انا ما اعرف انطقها هذه كبن باودر اظني شي قلت لها. المهم هذه بنحط خاشوقة واحدة من هذه الخواشيق الصغار. المهم نخلطهم كلهم مع بعض. انا عندي ماي هني اوريدي سخناه شوي بالبويلر، و هذه هي المقادير. وهاي عندنا يسمون اللي بنشعل فيها الضوء بنحط السمن وهالسوالف وبنبدا العمل. يا اخواني اللي عنده وصفه حابه ان احنا نتعلمها وضروري ان نتعلمها ونستفيد منها في السفر والرحلات وهذا يكتبها لي بالوصف هناك. وايضا نقضي وقت، الحين تشوفوني انا كل عصر قاعد اعمل لي شيء جديد مثلا اتعلم. الحمد لله عندي في البيت عندي خدام وعندي كل يعرف يسوي الجيمات ويعرف يسوي كل شيء، ولكن نحن لازم نتعلم، لازم نستغل وقتنا بشيء مفيد. بما ان نحن ملتزمين في البيت في الوقت الران هذا، الله ان شاء الله يكفي عنا البلاء ان شاء الله ويخوز عنا هالوباء هذا اللي صاير في العالم ويفكنا منه وترجع حياتنا طبيعيه ونسافر ونرد ونسير نخيم ونسير هايكنج. يعني وان شاء الله مع الايام القادمه اذا عندكم اي شيء حابين اصوره، تبون تتعلموا عن كاميرا، تبون طبخ، تبوني اجرب اشياء جديده، انا مسعد لان كل عصر تراني موجود انا في البيت ما بروح مكان. موجودين هم ملتزمون يا وطن. المهم هذا الفيديو هدفه هو اني انا يعني اراويكم انكم مش راويكم، يعني الهدف من هذا الفيديو ان نحن نقدر نستغل وقتنا بشيء مفيد. اذا كنت شاب تقدر تتعلم الطبخ، تقدر تتعلم من الانترنت ومن هالاشياء هذه، تقدر تتعلم تصوير فيديو مونتاج، برامج كثيره تقدر تتعلمها من خلال الانترنت، ايضا تقدر تسوي رياضه، تتعلم يعني تقرا كتب الكترونيه وهالسوالف هذه. اذا انت يا اخواني اذا ما كنتم مشتركين في قناتي او تابعين في الانستغرام فعليكم انكم تتابعوني في الانستغرام ومتابعتي في اليوتيوب، وخلونا نكمل طبخه الجيمات الاماراتيه. قفازات والله ساتر، قفازات صغار طلعت. شو هذا يبتوا لي صغار؟ ايوه انزل. هذه الخميره مات شو يسمونه الجيمات استوت. انزل في طريقه هناك ما ادري اذا تشوفون، هذه الطريقه ناخذ ونستخدم هذه الخاشوقه هذه ها الصغيره، نقص منها العينه ونحطها داخل. وين ماذا الحار ولا لا حار؟ حار. بسم الله ناخذ العينه بهاي الطريقه هذه، الله اعلم. حط سمن ناخذ كذي. ايوه هذه هي الطريقه اللي تعلمتها صراحه.
ما ادري صحيحه ولا لا. راحت علم كيف هاي شي؟ بسم الله نحط شوية سمن. ها وين طيح؟ وين طاحوا؟ والله تخبيص. ها خلها داخل، اصلا مو بحار اصلا، هاي ما دله والله تخبيص. يلزق هاي يلزق. شي يحيد ما يسوونها، ما ادري هاي ضابطه ولا مو بضابطه، ما اعرف والله. ها اعتقد ان هذا عشان الغاز بنت، الغاز بنت، خلنا نبطل. لحظة وين هاي كيمي. الغاز يا اخواني خلص، خلونا نبدل الغاز. هذا غاز، هذا خلص الغاز. الحين يا اخواني انتقلت الى المطبخ لان في مهب هناك والغاز عندي شوية غاز، المفروض يكون له غطاء، المفروض يكون له غطاء. والله انا كبرت انا الجيمات هذيلا كبرتهم، شوفوا مكبرها، شوفوا كيف صارت. جبت العيد انا اصلا، يعني الحين اخذت انا عرفت ان لازم اذا كان غطاء لازم يكون ذرة، نحن نسميه ذرة. اي هذا هو الغاز العدل، نار نار يشب عليه. الحين يبالي قفاز عشان اكمل. هاتي قفاز. قفاز اكون. اهم شيء نلف القفاز ونجرب. نقول بسم الله. اي حط زيت على القفاز. عشان يوم تي تحط ال 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 الجيمات تعرف تحطها عدل. نقول بسم الله. ايوه كذي. ايوه والله اتمنى تكون هاي الطريقة هي الطريقة الصحيحة. انا صراحه ما كنت جربت، هاي اول تجربه لي بحياتي. اوه انجلب هاي انحرق، لازم اجلبه والله انه انحرق. اوه يضرب العدو، فلازم اجلبه على طول انا. هذا خف على النار شوي، خف على النار. ولازم تجلبه طول الوقت تجلبه، بس شكله انحرق هذا، شكله انحرق الجيمات.
اشوفه ولا لا هو انحرق انحرق ما ادري غدا ما ادري شو هالدوغ ما ادري شو غدا ما ادري بس خلينا نشيل هذه الحين ونبدا من اول وجديد. ولازم شويه احمرار. احنا مره يا نار نار ومره ما فيها شيء مو. خلينا نبدا من اول وجديد. حط لها سمن هذه نقول بسم الله هم قالوا لي حطها شي باليد وعصرها لازم اجلبه والله مية بتلعيب اي بس جلبه شي سريع ها ها اظني هذا افشل ظني كفي والله اني قلت روح يضحك على عمري انا متخبيص حط زيت ها والله قمت اضحك على عمري والله كفي ظني شيء بيطلع ني وشيء منحرق خلينا نكمل اليوم انا اللي اكمله اكمله تحدي مع نفسي لا اكمله خلاص خلص كل شيء خلص الفيديو سويت الجيمات خبصت جبت العيد المهم اخر شيء سوينا الجيمات هاي اول تجربه لي بدوق الجيمات بشوف اذا هي اوكي ولا لا طحين وايد المهم هاي اول تجربه لي
اتمنى نال اعجابكم هذا الفيديو، بس ان شاء الله برجع لكم بقوه بتعلم الجيمات وبطبقها قدامكم طريقه احسن عن شيء. هاي الجيمات اللي انا سويتها نصها محروقه ونصها بس الواحد يتعلم، او مثل ما يقولون اول قفزه محروقه، هذه هي اول قفزه محروقه. المهم يا اخواني اذا عندكم طريقه او اي اكله حابين نسويها ما عليكم الا تكتبونها في التعليقات تحت، ولا تنسونا بالضغط على اللايك والاشتراك وايضا متابعتي في انستغرام. وهذا هو الجيمات اللي انا سويتها اليوم.